الخطوة الأولى التي تخطوها نحو راحتك هي أن تلغي اهتمامك بالصورة التي يراك بها الآخرون. أما الخطوة الثانية أن تغلق سمعك عن رأيهم بك، والثالثة أن تغلق فمك عن شرح حقيقتك لهم. الخطوات الحقيقية لراحتك أن تعمى وتصم وتبكم في كل ما يتعلق برأي الغير بك، ما دمت لا تؤذي أحدا في سرك وعلانيتك، وما دامت علاقتك بربك طيبة فامضي ولا تبالي.